النهارده معانا ده زكاه بيدل على مدى التسامح ومدى الحب ومدى الحاجه الطيبه اللي في قلوب كل واحد فيهم. انا ببقى سعيد وانا موجود مع اولادي من كل القدرات الخاصه، ومع اولادي اللي هم من دار الحنان ومن كل الدور. النهارده انا صممت ان كل الجمعيات تحضر. اي نعم مش هنقدر ان في مكان يسع الجمعيات كلها، بس على الاقل ان احنا بنبعت رساله طمانه بنقول لكل الجمعيات ان احنا فاكرينكم وان انتوا في قلوبنا وان انتوا معانا وان احنا عايزينكم تشاركوا معانا في كل مكان وفي اي زمان، وبنقول ان انتوا جزء لا يتجزا من المجتمع. امانه في بيتنا، والواحد بيبقى سعيد جدا جدا لما موجود في وسطهم. يمكن حضرتك شايفه مدى الفرحه والبهجه اللي الحمد لله رب العالمين كل الساده الموجود في قمه السعاده هم بيشاركونا في سعاده الاخرين.